الحكومة السودانية الساعة 9 هيكون في مؤتمر صحفي أو لقاء أو كلمة مسجلة للسيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك فيما يتعلق بدخول السودان في مبادرة الدول المثقلة بالديون وإعفاء السودان من ديونه في بمراحل مختلفة، واحد من القرارات المهمة اللي تم انتظارها في الفترة السابقة، وكثير من الإجراءات القاسية واللي وقعت على عاتق المواطن في الفترة السابقة كان الغرض منها الاشتراطات من صندوق البنك الدولي، لأنه الناس تصل إلى مرحلة تكون السودان دولة مؤهلة لإعفاء من الديون باعتبارها من الدول المثقلة بالديون 58.6 أو 8 تقريبا. الآن تم قبول السودان وبدينا المرحلة الأولى في عملية إعفاء ديون السودان. خلونا نفهم أكثر الحاصل شنو مع البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي. بروف حسن مساء الخير. عليكم السلام، مرحبا. بروف، الإعلان الأخير بأن السودان حيبدأ عملية إعفاء جزئي لديونه، لو تخطنا في الصورة بشكل أكبر. طيب، الحكومة السودانية وقعت اتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، نعم، وبموجب هذا الاتفاق دخلت في مبادرة الهيبك، الدول الفقيرة المثقلة بالديون، اللي هي أن بها مراحل متعددة حتى الوصول إلى الإجراءات الخاصة بإعفاء الديون. وقد قام السودان فعلا بتنفيذ الجوانب المتعلقة برفع الدعم من المحروقات والكهرباء وإلى آخره، كما قام بإلغاء الدولار الجمركي وإعداد اتفاقية الحد من الفقر وجملة الشروط المنصوص عليها في الاتفاق بينه وبين مؤسسات التمويل أو مؤسستي التمويل الدولية. أيضا قامت الحكومة بجهود أدت إلى عروض تكسيرية ساعدت في التخلص من الديون السيادية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لأن هذه العروض والتي تقدر بحوالي 7 مليار دولار غير قابلة للإعفاء، بالتالي كان لابد من اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتخلص من هذه المعضلة حتى يصل السودان إلى ما يسمى بمرحلة اتخاذ القرار الانتري بوينت. وفعلا بموجب الإجراءات الصارمة التي قام بها السودان، وهي إجراءات كانت قاسية جدا وفادحة في الجوانب الاجتماعية والجانب التعقيد والضيقة المعيشية في السودان، ولكن الحكومة مضت في هذا الخيار. والآن أنه تم الوصول إلى نقطة اتخاذ القرار، بالتالي تبقى أن تكون هنالك جملة من الاجتماعات خاصة مع دول نادي باريس التي يدين لها السودان بحوالي 23 مليار دولار لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى نقطة التنفيذ اللي هي completion point. متى ممكن نصل لمرحلة التنفيذ بروف حسن؟ معلومات انه حيتم اعفاء ال 23 مليار كمرحلة اولى، يعني لو وريتنا المراحل اللي حتمر بها السودان للانتهاء من هذه الديون الثقيلة اللي اقعدت الاقتصاد السوداني على مدار عقود طويلة. المراحل هي كما ذكرت، المرحلة الخاصة بالجوانب المتعلقة بالموازنة العامة والجوانب المتعلقة ب ما يسمى بالتوازن الاقتصادي والتخلص من التشوهات الموجودة في الاقتصاد السوداني، ودي حسب رؤية الصندوق والبنك الدوليين أنه تتلخص في الجوانب المتعلقة برفع الدعم وتوحيد سعر الصرف، فالحكومة قامت بهذه الإجراءات. الجانب الثاني هو المتعلق بالعروض التكسيرية التي ساعدت في التخلص من عبء الديون، هو لم يحفى طبعا، ولكن انه تم تسويته بقروض تكسيريه. هذه القروض التكسيريه تسجل على السودان ولكن بفوائد مختلفه ولمده ولفتره زمنيه جديده تبدا من تاريخ سداد القرض التكسيري، بالتالي انه جميع هذه الاجراءات مكنت السودان من الوصول الى نقطه
اتخاذ القرار. نعم. والآن ستبدأ النقطة الثانية وهي الوصول إلى نقطة التنفيذ. عند الوصول إلى نقطة التنفيذ عندها سيتم إجراءات الإحفاء الخاص بالديون كما ذكرت، سواء كانت الديون لنادي باريس أو الدول خارج نادي باريس أو الديون التجارية. هي أربع أنواع من الديون، يعني ديون لمؤسسات في جدول زمني غير قابل للإحفاء. أيوة، في جدول زمني للمراحل الأربع ديون اللي أنت شرحتها الآن. المرحلة الزمنية الأولى الوصول إلى اتخاذ القرار هي بتنتهي بنهاية هذا الشهر، يعني حتى هذا اليوم يوم 29 يونيو 2021، وقد قامت الحكومة بهذه الإجراءات وتم الوصول إلى نقطة اتخاذ القرار. أما المرحلة الثانية فأنه سيبدأ هنالك جملة من الإجراءات التي يجب أن تتخذ حتى يتم الوصول إلى نقطة التنفيذ، ولكن لم يتم الإعلان عن المدى الزمني أو الفترة المحددة إلى الوصول إلى نقطة التنفيذ. وعلى ما يبدو أن هنالك جملة من إجراءات أخرى يجب على الحكومة اتخاذها حتى الوصول إلى نقطة التنفيذ completion point. ولكن طبعا في هذه العمل كله أنه يتم تركيز الآن في الاقتصاد السوداني على المشكلة بتاعت الديون والجوانب المتعلقة برفع الدعم، مع إهمال الجوانب الاقتصادية الأخرى البالغة الأهمية، خاصة الجوانب المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والجوانب المتعلقة بالضائقة المعيشية. والتنمية الاقتصادية طبعا متعلقة بالاستثمار في البنيات التحتية وقطاعات الإنتاج الحقيقي والخدمات إلى آخره. فهذه أنه جوانب أنه مرجع الآن معظم الكلام ومعظم التغطيات الإعلامية ومعظم الشغل الشاغل في السودان والجانب المتعلق بالديون وبمبادرة الهبل، وكأن السودان أصبح معلقا بهذه المبادرة فقط. أخيرا بروف حسن، يعني انعكاس الإجراءات دي كلها على الوضع الاقتصادي حيكون كيف؟ لم أسمع السؤال بشكل. انعكاس الإجراءات دي كلها، دخول السودان في المبادرة، البدء المرحلي، يعني المراحل دي كلها تمت، انعكاسها كيف حيكون على الوضع الاقتصادي؟ طبعا أنه انعكاسها حيكون في الحصول على قروض، وهذه القروض من المنتظر أن توظف بشكل رشيد للخروج بالسودان من الأزمة الاقتصادية، خاصة أنها ستوظف يعني في المشاريع التي تم تحديدها. وربما قدم يعني مؤتمر باريس مؤشر جيد للمشاريع، جملة المشاريع التي عدتها الحكومة والتي هي ستكون خاضعة للتنفيذ كأسبقية. ولكن كما ذكرت من وجهة نظري أنه يجب أن يتم التوظيف في البنيات التحتية وقطاعات الإنتاج الحقيقي والجوانب المتعلقة بالتثبيت الاقتصادي، استقرار سعر الصرف والتخلص من التضخم، لأن الأسعار في السودان ترتفع كل يوم وهذا يزيد من استحكام الضائقة المعيشية. يعني بالأمس كانت توجد أسعار، اليوم أسعار أخرى طبعا. أعلى دي منها، مشكلة لأنه على الحكومة في رأيي أن تهتم بالجانب الخاص بالتثبيت الاقتصادي في هذه. شكرا جزيلا بروفيسور حسن بشير محمد نور الخبير الاقتصادي لكل المعلومات اللي تفضلت بها. شكرا.